خلونا نتعرف اكتر على التفاصيل. معانا على الهاتف الدكتوره غاده ابو زيد نائب محافظ اسوان. صباح الخير وبنرحب بيكي. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بشمهندس. صباح الخير يا محمد. صباح الخير على كل اهل مصر. اهلا بحضرتك. يعني بنبدا احتفالات المحافظه بمهرجان اسوان الدولي للثقافه والفنون، ايه خطه الفعاليات اللي منتظر اقامتها؟ بصراحه المهرجان عاده كل سنه بيعمل اضافه احلى من اللي قبلها. السنه دي النسخه الثامنه منه هتعمل العرض الديفلي بتاعها على الضفاف من اسوان الرائع صباحا الساعه 10 الصبح النهارده، وبعد كده هيبتدي من مساء اليوم ولمده 3 ايام بعد كده عروض فنيه في اكثر من 14 موقع في محافظه اسوان والمسرح الرئيسي طبعا في مدينه اسوان مسرح فوزي على الكورنيش، وهينهيها بختام المهرجان بتاعه في ابو سمبل بتعامد شمس يوم 22/2/22، وده تاريخ مميز جدا السنه دي لاسوان والتعامد بتاعها، وان شاء الله يعني يبقى يوم مختلف واضافه كبيره جدا متعودين من صراحه وزاره الثقافه بتعمله للمواطنين في اسوان والسائحين الموجودين على ارض اسوان. عظيم. طيب ده نتكلم بقى عن دور وزاره الثقافه وازاي كان في تعاون ما بين المحافظه ووزاره الثقافه لهذه الاحتفالات وهذا المهرجان. وزاره الثقافه طبعا بتوفر كل المجموعات الفرق الجميله اللي تيجي سواء من جوه مصر الفرق المصريه والمحليه والفرق الدوليه، تقريبا ما يقرب من 12 فرقه دوليه جايه، وده رقم يعني اكبر من دفع الفرقه العرض الماضي. اول مره تحصل. يعني ده مختلف طبعا كورونا والعزل، فالناس يعني اول طلعه بشكل مختلف بعد فتره طويله، فده عامل طبعا في حاله انتظار ولهفه للناس انها تخرج للشمس وللنور وتقعد في مكان مفتوح وتشوف العروض والالوان والحاجات اللي بتبقى كلرفول على تفاصيل اسوان. اما محافظه اسوان طبعا وفرت كل الفاسيلتيز بتاعتهم على الارض والتحركات والجيت بتاعت تواجدهم في اسوان بشكل يخلي حركتهم بين المراكز والمدن سهله، وفي نفس الوقت يسرت لهم كل المعوقات اللي ممكن كان تقابلهم او حاجه زي كده، وعلى طبعا تواصل باستمرار على مدار الست ايام دول لغايه ما يخلصوا العرض بتاعهم ان شاء الله ونطلع بافهى صوره في 22/22. طب هل سيكون في حضور لعدد من الزوار لاحتفاليه تعامد الشمس يوم 22؟ في العاده تعامد الشمس بيحضروا يعني بعض من الساده سفراء الدول بالاضافه لبعض القيادات وزاره السياحه والاثار طبعا، ومحافظه اسوان بالتالي بتكون موجوده اكيد يعني مع المجموعه يعني، فاعتقد السنه دي ده برضو نفس المستهدف، لكن ان شاء الله برضو 22/2 احنا بنتكلم على ان هو تاريخ شويه ما بيتكررش كتير مميز طبعا. طبعا يعني في اقبال من السياحه عليه، وحاليا يعني في كذا حاجه فيها الحمد لله تقريبا اسوان فولي بوكس يعني في الفتره دي. عظيم. حاله الجو بالتاكيد هتفرق. اخبار الطقس في اسوان ايه دلوقتي؟ رائع. الجو رائع في اسوان. اي حد بره اسوان دلوقتي المفروض يعني يجري والله يلحق. والله نفسنا. طبعا اي حد بره اسوان دلوقتي صراحه المفروض يعني يحاول يجي. اسوان جوها دلوقتي دافي جدا، الشمس ساطعه والجوله برد والحر، فده بيخلي الناس تطلع. هو ده الوقت المناسب صح؟ يعني بالظبط، التواجد على تحت الشمس على ضفاف النيل يعني اروع حاجه ممكن تعملها دلوقتي في اسوان. طب خليني يعني اروح مع حضرتك لموضوع تاني بقى، وهو امبارح شفنا تسليم عدد من المنازل للاسر اللي كانت متضرره من السيول طبعا كما وعد السيد الرئيس. عدد اللي تم تسليمهم المنازل قد ايه؟ احنا وصلنا دلوقتي امبارح سلمنا حوالي 20 بيت في منطقه اسمها الكوبانيه. احنا احدى القرى التابعه لقريه غرب اسوان. احنا سلمنا حوالي ما يقرب من 470 بيت. هايل. ما بين جزئي وكلي. وفي 1100 بيت دول الجزئي، غالبيتهم جزئي. دول اللي هم ما بين اسقف ما بين حوائط، حاجات يعني كانت اضرار لا تعيق السكن ولكنها تمثل مشكله يعني. فدي شغالين عليها، وطبعا عشان العدد كان كبير ف يعني برضه بالوقت عامل الوقت ده مش يعني احنا حاولنا قدر الامكان ان خلال احنا ما كملناش يا دوب كملنا الشهر الثالث ده سلمنا تقريبا كل البيوت اللي هي كل الناس ما كانتش قادره تقعد في بيتها دلوقتي خلاص استلمت منازلها. عظيم. ده كان المستهدف بتاعنا رقم واحد، ان مفيش حد يبقى بره بيته اكتر من كده.
طيب بالنسبه للجزء حضرتك قلتي ان هم 1100 1100 دول جاري بقى ما بين دي كلها جزء، يعني الجزء جزء السقف جزء من السقف وجزء من الحائط. المهم ان الناس في البيوت يعني. يس بالظبط كده، ما فيش حد بره بيته حضرتك دلوقتي. طيب ده عظيم جدا، عاملين جدول زمني للانتهاء من هذا الامر؟ المستهدف 3 شهر ان شاء الله. عظيم. ده بالاضافه طبعا ان بعض المنازل يعني احنا كمان في ابروتش مختلف وجديد، ان احنا يعني بعض الجمعيات شركه التنميه في اسوان ابتدت تبني دلوقتي، بدانا في انشاء عمارات سكنيه لبعض الاماكن اللي هي في مقرات سيول، لان احنا صعب ان احنا نلجا نعيد بناء منازل في مقرات سيول. فالمنازل دي اهلها نزلوا في حي السلام اقامه معززين مكرمين في شقق مفروشه وجاهزه، وعلى اعتقد ان الناس كلها شافتها. وفي نفس الوقت بنبني حاليا مع الجمعيات عمارة سكنية بعدد وحدات محترم يكفي العدد اللي موجود في قرارات السيول في هذه المنطقة. ده تفاديا لعدم تكرار الامر مرة تانية، لو حصل سيول بعد كده الناس مش هتبقى موجودة في مقرات السيول، ودي كانت المشكلة. وده ماشي مع توجيهات السيد الرئيس الجمهورية بانه ما فيش حد يقيم تاني او يعطي مقرات السيول، هذا امر اصبح غير مقبول وما ينفعش نسيبه اكتر من كده. كل الشكر ليكي دكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وبنتمنى لكم أكيد مزيد من التوفيق.